معانا وهو المرأة والرياضة النسائية كمان طبعا ضمن اهتمامات الدولة. والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق هنا على تشكيل اللجنة العليا للرياضة النسائية لوضع التصورات والآليات الهادفة لتطوير الرياضة النسائية والتوسع كمان في انتشارها على مستوى الجمهورية، أيضا تمكين المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الرياضية المختلفة. وبدأت بالفعل اللجنة أعمالها بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية في زيارة ميدانية لمشروعي هنا تطوير منطقة المحمودية والبشاير واللتين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصى كمان أعضاء اللجنة بتنفيذ مهرجان رياضي ده بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والمجلس القومي للمرأة. الحقيقة ملف تطوير الرياضة النسائية مش بس موجود في المحافظات الكبرى، لكن ده كمان بيمتد لجميع أنحاء الجمهورية، وده في حد ذاته بيكون تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع كل أنماط المواطنين على ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية لتكون الرياضة هي أسلوب حياة للمواطن المصري بشكل عام. مفيش شك إن اللجنة العليا للرياضة النسائية تعتبر خطوة فاعلة نحو تطوير الرياضة النسائية في مصر. ولمزيد من التفاصيل معانا هاتفيا الدكتورة سونيا عبد الوهاب المدير التنفيذي باللجنة العليا للرياضة النسائية. دكتورة سونيا صباح الفل على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا. وعايزين حضرتك بقى يعني نتكلم في ملامح وفي تفاصيل، ان فعلا في اهتمام ملحوظ جدا من القيادة السياسية ومن الحكومة بشكل عام بممارسة كل ابناء وافراد الشعب المصري للرياضة بشكل عام، مع شيء من التركيز على المشاركات النسائية، فنسمع تعقيب حضرتك. هو طبعا زي ما حضرتك قلت، بناء على التوجيهات السياسية وتوجيهات دكتور أشرف ان احنا نعمل لجنة نسائية لتطوير الرياضة النسائية في مصر ووضع آلية انتشارها في المؤسسات والهيئات الرياضية، وكمان عمل مهرجانات لتوسيع قاعدة الممارسة وعمل دورات تدريبية في جميع المجالات لتكوين قاعدة عريضة. يعني حضرتك من المدربين اللي هم السيدات في كافة الألعاب، وإحنا واخدين من اللجنة النسائية يعني الأعضاء بتاعتها كل واخدين من جميع الاتحادات الموجودة، يعني على قد ما قدرنا جمعنا نخبة من السيدات العاملات في المجال ده في الاتحادات الرياضية. لا، واللطيف كمان ان مش بس التركيز على ان المرأة تمارس الرياضة وتتفوق فيها والسلام، لا ده كمان بنتكلم في زيادة عدد الحكمات وزيادة عدد المدربات وزيادة عدد العاملات في الأجهزة الإدارية في الاتحادات الرياضية المختلفة، فدي برضو نقطة مهمة أظن. هو حضرتك احنا كنا عاملين مع المجلس القومي للمرأة دوري اسمه لأني رجل. هو طبعا الدوري ده كان الحكم، يعني هو كان شغال على خماسي قدم للرجال، بس هو توصيل رسائل لهم انهم ازاي عاملوا السيدات يعني، وكنا جايبين الحكمات اللي فيه سيدات. جميل. ودي يعني واحنا يوم الختام اتفقنا مع الدكتورة مايا ودكتور اشرف، اتفق معاها ان احنا نعمل اللجنة دي وكمان دراسة المعوقات اللي بتخلي البنات ما تمارسش الرياضة. يعني احنا اتفقنا على بنود معينة كده ندرسها في اللجنة. أظن في شق ثقافي ممكن يعني يشكل يعني شيء من المعوقات بالنسبة للأهالي اللي بترفض ان بناتهم بعد ما يوصلوا لمرحلة سنية معينة ان هم يستمروا في ممارسة الرياضة ده ان كانوا سمحوا لهم بممارستها من الأساس. ايوه دي حقيقة. بس فبتتعاملوا ازاي يا فندم على الصعيد ده؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا فعلا كنت زي حضرتك ما قلت كده فاكرة كده، بس أنا لما أنا عاملة مشروع اسمه ألف بنت ألف حلم لمهارات كرة القدم بالتعاون مع المعهد البريطاني في الصعيد في 8 محافظات الصعيد. جميل. أنت مش قادرة أقول لحضرتك لما بروح هناك ولاقي البنت بتطلب إنها تلبس شورت مش بنطلون، رغم إن أنا جايبة لهم اللبس بنطلون على اساس ان دي في عادات وتقاليد هناك، بس لقيتهم بيطلبوا شورت، ويعني الحياه ما عادتش زي الاول والافكار ما عادتش زي الاول. وعاملين الرياضه من اجل التنميه مع اليونيسيف بنحاول نوصل لصعيد مصر اللي هم افكارهم يعني ان البنت ما تمارسش الرياضه، بنحاول نغير لهم الفكر ده. وان شاء الله بتوجيهات دكتور اشرف ان احنا فعلا شغالين على جميع المحاور ان احنا نخلي سيدات مصر تبقى الرياضه لهم اسلوب حياه على الاقل
غير ممارسة الألعاب اللي هم بيحبوا. جميل، نتمنى حضرتك التوفيق ومجهودات كبيرة وملموسة الحقيقة. فبنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. أصل الكلام على هواك. الكلام على هواك.